أهلا بكم مجددا. نستمر مع موضوعنا، موضوع نقش أس وموضوع جلسة اليوم بالنسبة لدروسنا. موضوع الجلسة عن الأوثنتيكيشن، عن لوج إن لوج أوت، صفحة الملف الشخصي. والمقرر بهذا الفيديو هو أننا يعني نتحدث عن الأساسيات، نفهم كيف فعليا يتم تسجيل الدخول، وكيف يتم فعليا تسجيل الخروج، ما هذا الفانكشن، كيف يتم. فيعتبر أن هذا من الأساسيات حتى تفهم الفكرة. وبشكل عام نحن يعني لدي نية بتطوير هذا المشروع أكبر من هذا. يعني نحن الآن نستخدم الري، وسنستخدم الري اليوم كباك إند، لكن لدي نية أن نستبدلها بشيء يعني حقيقي أكثر من الري، ولكن هذا حديث يعني حديث سابق لأوانه. فالموضوع اليوم هو أنا نريد إنشاء صفحة الملف الشخصي. سأبدأ مع صفحة الملف الشخصي. لاحظوا صفحة الملف الشخصي هي اسمها بروفايل. فيمكن أن أفكر أن طيب طبعا أنا شغلت السيرفر هنا، فيمكن أن أفكر أن أذهب إلى آب وأن أقوم مثلا بإنشاء صفحة اسمها بروفايل. يعني أقوم بإنشاء دايركتوري اسمه بروفايل، وبداخل البروفايل أقوم بإنشاء بيج. كما اتفقنا أن بيج هي التي تجعل هذا المسار يعني مرئي للعيان أو public يعني. فإذن export default function، فإذن profile page. وأنا أفضل دائما أن أنهي التسمية ب page حتى أعرف أنني الآن أنا بصفحة مثلا ولست ب component. فهنا حقيقة سأقوم بالاستعانة بصفحة ال articles single article. هذا سأقوم بأخذ نفس الشيء، هذه الديف منها. حتى بالنسبة لموضوع الستايلز، فإذا هنا بالأعلى سأجلب الستايل. الستايل سأسميه مثلا بروفايل، أو نسميه authentication مثلا. دعونا نسميه authentication لأن أريد استخدام نفس الفكرة أريد استخدام نفس الفكرة بخصوص اللوج إن واللوج أوت. جيد. فالآن هذه هي الملفات التي لدينا. ذهبنا إلى styles، فأنا أريد نسخ ملف الفورم .module.css. أريد نسخه ووضع بملف اسمه auth.module.css. جيد. فإذا الآن لو عدت لصفحتي هنا، فإذا هذا هي styles. طبعا بالتأكيد لن يكون لدي هنا يعني article، هذه ليست صفحة article. يمكن أن أضع هنا مثلا شيء paragraph tag، وأكتب هنا مثلا user name أو user email، وهنا email مثلا at mail مثلا. طبعا هذا يمكن أن نعوضها لاحقا، ويمكن أن نكررها مثلا user first name مثلا علي، last name مثلا علا مثلا، أي شيء يعني. ومثلا هنا أيضا أضيف الباسورد. طبعا هذا ليس شيء جيد، لكن نفكر بها يعني بشكل مبسط جدا. هذه الطريقة أن نفكر بشكل مبسط جدا حتى نفهم الأساسيات. فإذا هذه هي صفحة البروفايل بيج. وبالتالي أنا لو ذهبت وقمت بالتحديث سيقول هنالك خطأ، لا يوجد خطأ. فإذا هذه هي صفحة البروفايل، نغيرها لاحقا، لا مشكلة بذلك. وبالنسبة لل هذا الموديول، فقط أريد أن أجعل هنا الباك جراوند وايت، هكذا أفضل. إذن الآن هكذا أفضل، ممتاز. فالآن أصبح لدينا صفحة البروفايل بيج. أريد الآن أن أنشئ باك إند وهمية كما اتفقنا على بالنسبة بخصوص الديتا، فنحن نضعها بداخل الري. صحيح. فإذا عدنا إلى مجلد الداتا هنا، سنجد أن لدينا articles. فدعونا ننشئ مجلد جديد هنا بداخله، عفوا ملف جديد نسميه user.js، وهنا ننشئ const users والتي هي عبارة عن array. فمثلا id 1، email مثلا nowras@mail.com، و الباسورد. طبعا يمكنك أن تفكر الآن بهذه الأري مثل قاعدة بيانات خلفية للموقع،
سأضيف أيضا first name و last name. طبعا هذه قاعدة البيانات فيها بيانات، فبالتأكيد بالنسبة لكلمة مرور الشخص أنا سأحفظها بقاعدة بيانات، صحيح؟ لن أحفظها مثلا في الهواء، سأحفظها بقاعدة بيانات. بالنسبة لي الأريه هي قاعدة البيانات حاليا التي يمكن أن أستبدلها لاحقا بشيء فعلي، لكن نحن نبدأ بالأمور بسيطة. أنا سأضيف يوزر آخر واثنين، وهنا نسميه مثلا علي، كلمة مروره 3 2، وعلي، وأيضا ننشئ لشخص آخر والآي دي 3، وهنا لدينا علا وكلمة المرور 3، وهذه اسمها علا مثلا، علا جيد. وهنا export default users، جيد. فإذا الآن أنا أقوم بإنشاء array من اليوزرز، انتهيت، ممتاز. الآن أصبح لدي users، هنا يجب أن يكون log in إذا لم يكن مسجل الدخول، أو log out إذا كان مسجل الدخول. فهذا يتم إضافتها أين؟ بالناب list، بالناب list، بكمبوننت الناب list التي قمنا بإنشائها مسبقا. فإذا لنذهب لهذه الكمبوننت، فإذا كمبوننت ناب list، طبعا هنا في الأعلى هذه كمبوننت ناب list سأقوم بتزويدها ببروبس معينة، سأسمي مثلا props logged in. فإذا كان logged in أريد أن يظهر له تسجيل الخروج إذا لم يكن ذلك تسجيل الدخول، فلنبدأ بهذا الموضوع. فإذا بداية هنا في نهاية طبعا هذه الملف الشخصي هنا، فهنا سأقوم بإنشاء dev، وبهذه dev سأضيف لها style، وهذا الستايل سيعطي margin right auto. margin right auto تجعل هذه الدف تذهب لليسار، الآن سترون كيف ذلك. وهنا بداخلها سأضع البروفايل، جيد. وأيضا أريد أن أضع هنا صفحة سأسميها log out، فإذا هنا log out authentication log out، الآن سننشئها أيضا، وسيكون لها مسج هنا log out، و هذا أريدها أن تظهر في حالة الشخص كان مسجل الدخول. وبالتالي هنا logged in true، فقم بتطبيق الباقي الذي هو أظهر هذه الدب. فإذا الآن لنرى النتيجة، فإذا النتيجة لاحظوا سيذهب، طبعا هو غير مسجل الدخول فلن يظهر له هذه الأمور، هو ليس مسجل الدخول. فحتى يكون مسجل الدخول سأعطي هذه القيمة logged in true حتى تروا كيف تبدو مبدئيا. إذا كان مسجل الدخول سيظهر له هنا الملف الشخصي، لم يظهر هنا اللوج اوت لأن لا يوجد مسج بهذا الخصوص. سأذهب إلى المسجز هنا، وهنا في النهاية سأضيف لوج ان تسجيل الدخول، ولدينا هنا لوج اوت تسجيل الخروج. فإذا الآن ستظهر، فإذا لاحظوا ها هي تسجيل الخروج يذهب لـ Authentication Logout، والملف الشخصي يذهب للملف الشخصي وتسجيل الخروج. هذه الصفحة لم ننشئها بعد. أيضا نريد أن في حالة أن الشخص لم يكن مسجل الدخول، فنحن نريد أن نقول له سجل الدخول بنفس الطريقة. فالشيء بسيط جدا، بكل بساطة هذا Login مع Curly Brackets، هذا سأقوم بنسخها ولصقها هنا. سأكتب إذا لم يكن مسجل الدخول فاظهر له، لا تظهر له البروفايل، لكن هذا ستكون اظهر له زر اللوج ان، وهنا سيظهر له مسج اللوج ان. طبعا بالأعلى سنجعل اللوجد ان هذا عبارة عن فولس، ولنرى النتيجة. فإذا هنا سيطلب منه تسجيل الدخول إذا لم يكن مسجل الدخول، طبعا هذه الصفحة لم ننشئها بعد. فإذا لنسير مع التيار ولنرى كيف يمكن أن نمرر هذه اللوج إن، هذه البروبرتيز، من أين سنجلبها فعليا وأين سنضعها. فإذا فعليا هذه الناب ليست نحن قمنا بجلبها من اللاي أوت، أو قمنا باستدعائها من اللاي أوت، هذه الناب ليست. فإذا هنا يفترض أن نكتب هل هو logged in أم غير logged in. فبالتالي هنا سأكتب تعليق check if the user
logged in. جيد. إذن هذا الشيء الذي أريد أن أقوم به هنا، سأكتب هنا const is logged in، لنفترض أن بداية هو ليس logged in false، فإذن سأضعها hard coded هنا false، لكن هي لاحقا سنغيرها، فإذن سنحسب سنعرف فعليا هل هو logged in أم لا، وهنا سنكتب is logged in. فإذن الآن القيمة false التي مررناها، وأيضا نحصل عليها من أين؟ نحصل عليها من اللاج ليست. فإذا من اللاي أوت نعرف إذا الشخص سجل الدخول أو لا بطريقة ما لا نعرفها، وبالناب ليست نجلب هذا الموضوع ونظهر الأمور حسب اللوجد إن وحسب اللوجد أوت. واضح؟ فإذا الآن ممتاز، أصبح لدينا صفحة اسمها تسجيل الدخول، نريد أن ننشئ هذه الصفحة، وأيضا الطريقة حتى التعامل مع تسجيل الدخول. فبالتالي سأغلق كل هذا، وهنا في الآب لاحظوا هذا تذهب أوث ثم اللوج إن، فبالتالي أنا بحاجة لإنشاء مجلد اسمه أوث، وبداخله سأنشئ مجلد اسمه لوج إن، وبداخل أوث لوج إن سأقوم بإنشاء بيج دوت جي إس. جيد. وهنا فعليا سأقوم بإنشاء function سأقوم بإنشاء صفحة اللوج إن، سأنهيها ببيج حتى أعرف الآن أنا في صفحة. هنا ب return نفس الموضوع، سأقوم بإنشاء div و class name. الآن سأستدعي ال style، إذن container، وبداخله هنا container inner، وبداخله سأجلب اللوجن فورم. اللوجن فورم يحتاج أن نستخدم states، يحتاج أن نستخدم on change، يحتاج أن نستخدم on submit، وهذه الأمور تتعلق بالكلاينت، فبالتالي سأقوم بفصلها بكومبوننت مختلفة. في الأعلى هنا سأجلب الستايلز التي هي عبارة عن styles auth.module.css، وأيضا سأجلب اللوجن form from components. طبعا هذا لم ننشئه بعد، سأنشئه الآن، وانتهينا. ها هي هذه هي القصة. طبعا هنالك خطأ، ما هو هذا الخطأ؟ أعتقد هنا هكذا، هذا هو الخطأ أم ماذا؟ لا، الخطأ import style from هكذا. فإذا ممتاز. طبعا login form ليس موجود علي أن أقوم بإنشائه، فبالتالي سأذهب إلى components و login form.js. طبعا يمكن أن أستعين أيضا بكومبوننت article form. ما رأيكم أن أستعين بارتيكل form؟ هل نقوم بنسخ هذا الفورم كله هكذا ونضعه هنا؟ فإذا أنا نسخت الارتيكل فورم باللوجن فورم. وبالنسبة للستايلز فأنا فعليا أريد الستايل من الاوثنتيكيشن، والمسجز سأنشئ الآن مسجز اسمها اوث، ما رأيكم؟ جيد. فبالنسبة لهذا اسمه لوجن فورم ولا يحتاج properties، بالتالي لن أضع properties. بالنسبة للمسجز المسجز سأبقيها. الانيشال فاليو ستكون لدينا ايميل وباسورد وحذف الباقي. جيت ارتكل لا نحتاج لجيت ارتكل، بس راح اضيفها. ممتاز. لدينا هنا الفورم فاليو صحيح. عند التغيير سنطبق نفس العمليه، وعند السبميت هنا سنغير. اذا عند السبميت هنا سنكتب هنا لوجن يوزر، اذا هذا سنغيرها. ولدينا هنا كونتينر، لدينا فورم. بالنسبة لل H1 يمكن أن نضع مثلا messages login form، فإذن login form title مثلا. وهنا سنضع ال alert نفسها. الفورم جروب بداية سنضع الايميل، وهنا لدينا ايميل وأيضا هنا ايميل وفقط، والنيم ايميل طبعا، والتايتل ايميل، والتايب ايميل. هذا بخصوص الايميل. بخصوص الموضوع الثاني طبعا هذا سامسحها كلها هكذا، لا نحتاجها فعليا. فقط ساكرر الايميل ديف الفورم جروب للايميل، وهنا سيكون لدينا باسورد، وهنا باسورد، وهنا فورم فاليو باسورد، هاندل تشينج نفسها، التايب هو باسورد، النيم هي باسورد، والاي دي هي باسورد. طبعا بالنسبة للسبميت بوتن نفسه، لكن هنا بالنسبة للمسجز ستكون فقط هذا، سامسحها هكذا، وستكون لوجن
لوغان مثلا فقط. فإذا فقط، فإذا أنا قمت بإنشاء هذا الملف، لكن فعليا يجب أن أنشئ ملف المسجز. اليوزر فايل لا أحتاجها، يجب أن أنشئ المسجز. فبكل بساطة نذهب لمسجز auto.js، ولنرى هل هنالك مسجز أخرى مثلا form، فأقوم بالنسخ هكذا وأضعها بالأوث أيضا وأقوم بمسح هذه المسجز. فإذا لدينا، لاحظوا، لدينا إيميل، لدينا باسورد، لدينا لوج إن، ماذا أيضا؟ لدينا كلمات نحتاجها بالمسجز. فإذا لدينا لوج إن، فورم تايتل، فإذا هذا أعتقد هذا. فإذا الإيميل، البريد الإلكتروني، الباسورد، كلمة المرور، تسجيل الدخول، مثلا لوج إن تايتل، مثلا سجل الدخول بموقعنا، لا أعرف شيء كهذا يعني. وانتهينا. فإذا لنرى النتيجة، فإذا هذه النتيجة تبدو جميلة. فإذا هنا لدينا البريد الإلكتروني، ممتاز. أريد فقط تغيير بعض الستايلات هنا، فسأغلق هذا، سأغلق هذا، سأذهب إلى ملف الستايلات. طبعا بخصوص الانر كونتينر، بخصوص الليبل هنا سأجعله inline block حتى يظهر بجانب ال inline هكذا، حتى يظهر بجانب ال هكذا أفضل. جيد، أعتقد هنالك ستايل هنا سأمسح ستايل التكست اريا لأننا لا نحتاجه فعليا، وفقط هكذا. صحيح، كل الستايلات صحيحة. طبعا السبب أن ظهر لدينا هنا كونتينر بداخل كونتينر، السبب هو أن هنا وضعنا كونتينر وهنا أيضا كونتينر، فبالتالي سأمسح الكونتينر من هنا. فقط نريد وضع الفورم، بالتالي هنا سأمسحه بهذا الشكل. جيد، هكذا أفضل. أيضا أريد جعل هنا، طبعا الستايل غير مهم فعليا بالنسبة لنا يعني لهذه اللحظة، لكن لنحاول قليلا نظهر بشكل جيد. فإذا تكس ألاين سنتر، وأيضا أريد الشاشات الكبيرة أن يكون العرض 50% فقط. فإذا هكذا أفضل، إذا هكذا أفضل. تسجيل الدخول بموقعنا، البريد الإلكتروني، وتسجيل الدخول. فإذا ممتاز، فنحن فعليا أنشأنا الفورم حاليا، لكن كيف يمكننا الآن أن نقوم بتسجيل الدخول؟ فإذا فكرة الآن تسجيل الدخول أعتقد جدا 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 مبسطة. أريدك أن تفكر بها، كيف يمكن أن نسجل الدخول؟ خاصة إذا كان لدينا هنا مثلا بالديتا لدينا يوزرز، هؤلاء اليوزر، فنحن فعليا نريد أن نتأكد أن البريد الإلكتروني المدخل يعود لأحد اليوزرز التي لدينا الموجودة في قاعدة بياناتنا الوهمية وهي الأري. وأيضا نريد أن نتأكد أيضا إذا كانت الباسورد متشابهة. فإذا هذا الشيء الذي فعليا نريد أن نتحقق منه. فكيف ذلك؟ فيمكن بكل بساطة أن نبني أيضا نقطة API. هذه النقطة تتصل مع الأري التي لدينا، تتأكد أن هذا البريد الإلكتروني المدخل هو نفسه موجود في قاعدة بياناتنا وأن كلمة المرور متطابقة لهذا البريد. فلنبدأ. فإذا الطريقة لإنشاء API بNextJS سهلة جدا، أنا نغلق كل شيء. فإذا هذا هو الآب. فإذا نحن نريد أن ننشئ نقطة بالأوث هنا، وتحديدا باللوج إن. فيمكن أن أنشئ هنا مجلد اسمه API. طبعا لا داعي أن أنشئ مجلد اسمه API، ولكن أنا يعني هكذا يعني by convention دعونا نقول اتفاق نسميه API. وبداخل هذا ننشئ ملف اسمه route. هذا الroute ليس by convention، يعني يجب أن يكون اسمه route. فإذا من هنا سنقوم بإنشاء، سنستقبل طلبات post من هنا. و جيد، سنأخذ الداتا التي ستأتينا عبر هذا الطلب. فإذا سنأخذها بهذا الشكل، وهذه الداتا يعتبر أن تكون هي الإيميل والباسورد. فإذا بداية نريد أن نتأكد هل الإيميل والباسورد مزودة. جيد، فإذا get email and password. سنقول التالي، إذا لم يكن هنالك بالريسبونس إيميل، وأيضا لم يكن هنالك باسورد، فهذا يعني انك فعليا لم تدخل الباسورد ولم تدخل ايميل. يجب ان اعطيك ملاحظه لهذا الموضوع،
سأعيد response من خلال next response. بدل هنا سأجلب next response from next server، وبالتالي هنا سأعيد next response التي ستكون عبارة عن JSON، وسنعيد error ونقول you must provide email and password. موضوع سهل جدا. النقطة الثانية، نريد أن نتأكد إذا كان هنالك يوزر بنفس الإيميل المدخل موجود في قاعدة البيانات. نتشيك if email exists in our database. فكون لدينا نحن array، فيمكن أن نستخدم method اسمها find، وسنقول أن لكل يوزر موجود، طبعا أنا يجب أن أجلب اليوزرز، إذا بالأعلى يمكن أن أجلب import users from، و الآن أنا جلبت اليوزرز بهذه الطريقة، يفترض الفكرة الآن أن نصل مع قاعدة البيانات التي لدينا، لكن نحن نتعامل بشكل بسيط جدا. لا تقلقوا إذا كان كلامي صعب بهذه اللحظة. فإذا هنا سنقول إذا كان كل يوزر إيميل، إذا كان الإيميل لليوزر من هذه الأري يساوي الإيميل المزود من قبل الشخص، فهذا يعني أن اليوزر exists. لكن إذا لم يكن هنالك إيميل موجود لدينا بنفس الإيميل، فهذا يعني أن اليوزر does not exist، يعني null. فإذا كان اليوزر not exist، فأنا نفس الشيء سأعيد JSON هنا، سأكتب أن this email is not registered with us. طبعا هذه الجملة يمكن أن يعني يمكن أنكم قرأتموها في المواقع من قبل، لا، ولكن الآن المواقع تحاول أن لا تحدد الخطأ فعليا، فلا ترسل أن الإيميل ليس ريجسترد. ماذا تفعل؟ تقول لك هنالك خطأ في الإيميل والباسورد، وهذه الرسالة الغير واضحة للمستخدم هدفها أمني، أن لا يحدد لك فعليا ما هي المشكلة، حتى لا تستغل الموضوع أنت بطريقة أو بأخرى بطريقة خاطئة يعني. لكن نحن سنقوم بتحديد المشكلة لأننا نتعلم ونريد أن نفهم فعليا أين تحدث المشكلة. طيب الآن إذا كان اليوزر غير موجود، سنرسل رسالة وننهي الموضوع. إذا كان اليوزر موجود، فنحن نريد أن نتأكد إذا كانت الباسورد المزودة هي نفسها الباسورد الخاصة باليوزر. فإذا كانت نفسها، ممتاز، فإذا great، ممتاز. هنا سنقوم بأشياء أخرى، to do save login بطريقة أو بأخرى، هذا سنتعامل معها في نهاية الدرس. وسنعيد هنا أيضا، سنعيد جيسون أن نجاح، هنالك نجاح للموضوع، فسنعيد مسج، وأيضا سنعيد أن ترو، نجحت العملية، والمسج ستكون you are logged in. عدا ذلك فعليا إذا كانت الباسورد خاطئة، فأنا أريد فعليا أن أرسل هنا error وأن أقول له the provided password is not correct. فإذا لاحظوا، فأنا الآن قمت ببناء هذه نقطة الـ API. فإذا اللوج إن يبدو أنه شيء صعب، يبدو شيء غريب، ما كيف يمكن أن نقوم باللوج إن؟ لكن فكرة اللوج إن هي مجرد function تقوم من خلاله بماتش للإيميل المزود مع الباسورد المزودة مع البيانات التي لديك، لكن يوجد بعض الأمور الأخرى التي سنتعامل معها بالتدريج بخصوص الأمان وبخصوص حفظ هذه الباسورد وتشفيرها، لكن هذا ليس موضوعنا لهذا اليوم. فإذا قمنا بإنشاء هذه النقطة، ممتاز. الآن سنذهب إلى لا أعرف، سنذهب إلى، دعونا أين سنذهب لنرى، نعم نحن الآن، أن أغلق مرة أخرى. فأي ملف سنذهب إليه الآن؟ سنذهب إلى Auth Login Page هنا، وسنذهب فعليا للفورم، جيد، هنا. ونحن قلنا أن في حالة تمت Submit هنا، فنحن نريد فعليا أن نقوم ب Login لليوزر. فبالتالي Login ستكون من خلال طلب نقطة الـ API التي لدينا، أو دعنا نبقي، لماذا حذفت هذا الكومنت؟ لا أعرف. فإذن جيد، فإذن الآن أنا أريد طلب fetch request، فإذن response await fetch request. النقطة التي أريد طلبها هي من authentication الauth login API. ولا أنسى المهم أن الميثود التي أريد طلبها هي الميثود هي post، هذه النقطة التي أدعمها على ذلك الرابط.
ممتاز. أيضا يجب أن أرسل بادي لهذا وهو معلومات الفورم values. إذا هنا json.stringify form values. انتهينا. الآن طلبت النقطة، الآن علي أن أقوم بجلب الداتا من هذه النقطة. فإذا await response.json، وهنا سأقوم ب set message، فسأكتب إذا كان هنالك نجاح فعليا فأنا أريد set message، set message المسج النجاح. لكن إذا كان لدي هنا data error فأنا أريد فعليا أن أكتب set message هذا الايرور فعليا، وغير ذلك فأنا أريد set message ماذا something wrong. إذا لم يحدث نجاح، لم يحدث فشل، فماذا يمكن أن يكون؟ فإذا لنرى النتيجة هنا لدينا. فإذا أنا سأدخل، لن أدخل شيء بداية، لنرى تسجيل الدخول. طبعا لم يحدث أي شيء، لماذا؟ فمرة أخرى تسجيل الدخول، طبعا دعوني أحاول التسجيل بشكل صحيح. فإذا يقول you are successfully logged in، لكن لماذا لم يرسل الايرور؟ نعم لاحظوا الايرور سببها لاني كتبت هنا مسج، يجب ان اكتب هنا ايرور، هذا هو السبب الخطا. فمره اخرى ساقوم بالتحديث هكذا. فاذا لم ادخل اي شيء يقول لي انك يجب ان تزود الايميل والباسورد. طيب لو ادخلت مثلا ايميل، فاذا ايميل مثلا ali@mail.com وسجل الدخول سيقول you must provide password. طب الإيميل الآن هذا مثلا علي موجود لديه، لو أدخلت كلمة مرور خاطئة سيقول لي password is not correct. طيب لو أدخلت إيميل مثلا غير موجود سيقول the email is not registered with us. فنحن قمنا ببناء الفانكشناليتي بشكل صحيح. دعونا نجرب مثلا تسجيل دخول كنورس حتى نتأكد أنها تعمل بشكل صحيح. وواحد واحد واحد، فإذا تسجيل الدخول، فإذا you are successfully logged in. طيب فإذا ممتاز. فإذا نحن قمنا ببناء خاصية تسجيل الدخول بالموقع فعليا، لو أنها هي الآن فعليا يعني لا تبدو كتسجيل الدخول بالمواقع المعروفة يعني، لكن هذا هو أساسها. فالآن لاحظوا أعزائي، نحن قمنا بتسجيل الدخول، لكن ما هو دليل أننا قمنا بتسجيل الدخول؟ فإذا الفانكشن الذي قمنا بإنشائه هو فانكشن الآن نوعا ما جيد لا بأس به، لكنه غير مكتمل. السبب أن الآن أنا سجلت الدخول، وما الشيء الذي فعله؟ تأكد هل هذا البريد موجود؟ موجود، هل الباسورد صحيحة؟ جيد جدا، أنت سجلت الدخول فقط. طيب ما هو الدليل أنني سجلت الدخول؟ ما هو أين تم حفظ أنني مسجل الدخول؟ لا مكان، فبالتالي هو غير مكتمل. فالاكتمال يكون بهذه النقطة، أن أين هو؟ بنقطة الراوت الخاص باللوج إن. فإذا هذه نقطة اللوج إن بالاي بي اي. هنا عندما قمنا بتسجيل قمنا بالتأكد أنه تم فعليا تسجيل الدخول، نحن نريد الآن حفظ هذا تسجيل الدخول بحيث أين مكان كنا في هذا البرنامج، في أي ملف كنا في هذا البرنامج، يمكن أن نعرف هل هو مسجل الدخول أم لا من خلال هذه من خلال هذا الموضوع. فبالتالي نحن سنستخدم الكوكيز، وهي الطريقة الأفضل لحفظ مثل هذه الأمور، وسنستخدمها بهذا الشكل. فإذا cookies from next headers، والكوكيز لا تعمل إلا بـ component server. جيد، فإذا لأنها headers، فإذا next headers دائما بـ component servers. فإذا الآن هنا في مكان to do save login، فسنقوم save login. جيد، وهنا سنقوم بالسيف فعليا. فكيف سنقوم بالسيف؟ بداية سنقوم بجلب الكوكيز التي لدينا، نقوم بتنفيذها ونقوم بإضافة عنصر لها جديد. هنا لاحظوا set، هذا الفانكشن الذي يمكننا من خلاله بنكت جي اس أن نحدد هذا الشيء. وهنا لدينا الأوبشنز. فإذا بداية اسمها، الآن ستروا أين ستكون، اسمها ستكون logged in user. الفاليو الخاصة بها سأقوم بجيسون stringify لليوزر الذي حصلنا عليه في البداية. جيد، سأقول أن هذه HTTP only فقط
كوكيز، والهدف من هذا الموضوع هو الحماية. فإذا هذا هو التاج، هذا الأوبشن خاص بالحماية، فعليك أن طبعا مسارها على الموقع ككل. وطبعا مرة أخرى هذا مهم جدا بخصوص الحماية، لأن الكلاينت لا يمكنه أن يدخل لهذا ويغيره، هذا فقط يمكنك الدخول إليها عن طريق ال HTTP. ال HTTP فإذا expires متى نريدها؟ أن ضروري جدا أن نحدد ال expires، فنحن نريد أن هذا اللوجن expires خلال شهر، فهنا سأكتب طبعا هنا عفوا date وليس data، فإذا خلال شهر، فبالتالي الشهر سيكون هو عبارة عن 30 يوم، صحيح، والضرب اليوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، والثانية 1000 ملي سكند، يعني ملي ثانية. فإذا الآن هكذا، فإذا أنا قمت بحفظ هذا اللوجن بالكوكيز. فإذا لنرى كيف يبدو هذا فعليا على أرض الواقع. فإذا هنا إذا ذهبنا إلى application أو storage، أعتقد storage، ومن هنا cookies، هكذا لاحظ الكوكيز no data فارغة. أوكي no data لا مشكلة. الآن لو قمت أنا بكتابة هنا مثلا علي mail.com وكلمة مروره 222 وتسجيل الدخول، فإذا علي فعليا هو يعني موجود وتم تسجيله بنجاح، تم حفظ تسجيله. لاحظوا هنا هذه الكوكيز ظهرت لدينا، فإذا لاحظوا هذه الكوكيز، فإذا مكتوب هنا اسمها logged in user، هذه قيمتها، ولاحظوا هذه هي قيمتها، فإذا أين هي؟ هذه هي البارت فاليو، لاحظوا علي كل شيء تمام. ال HTTP only ها هي هذه هي true. وبالنسبة لل expired هنا session، لأنني أنا وضعت لهذا المتصفح الخاص بي، وضعت أن عندما أنهي ال يعني أنهي ال يعني أنهي الجلسة سيتم مسح كل شيء. لكن لو أنا فتحت متصفح آخر، دعوني أفتح متصفح آخر حتى أريكم كيف ستكون هذه ال expired. إذا هذا متصفح آخر، مثلا لو جلبنا مثلا علا مثلا at mail.com و 333، دعونا نذهب إلى هنا بهذا المتصفح application أعتقد، نعم هذه هي الكوكيز، وأنا قمت ب دعوني أحذفها، يمكن حذفها هكذا delete، نعم جيد. فإذا الآن سأقوم بتسجيل الدخول، لاحظوا ستظهر ها هي، ولاحظوا الـ expire date 21/9. لماذا 21/9؟ لأن اليوم يوم تسجيل هذا الفيديو هو 22/8، فأنا وضعت أن الـ expiration date يكون بعد شهر، فإذا هذا هو السبب. لاحظ ممتاز، سأقوم بإغلاق هذا الآن، فإذا ممتاز. فإذا الآن نحن قمنا بعملية ماذا؟ بعملية تسجيل الدخول في ال لا أعرف، هل نكمل هل ننشئ شيء تسجيل الخروج؟ لا أعرف فعليا، لا يجب أن نكمل بشيء على فكرة، وهذا الشيء بخصوص اللاي أوت. إذا ذهبنا إلى اللاي أوت، فإذا دعوني أغلق كل هذا، فإذا مرة أخرى طبعا نذهب إلى اللاي أوت، فإذا هذا هو اللاي أوت. باللاي اوت ايضا سنقوم بامبورت من هيدرز، from next header سنقوم بامبورت بهذا الشكل، وهنا يجب ان نعوض هذا بالشكل الصحيح، فهنا سنكتب const مثلا cookies store مثلا او website cookies، وهنا سنجلب هذه cookies بهذا الشكل، سنجلب user cookies حتى نحن نحصل عليها فعليا، فيمكن ان نستخدم get ونكتب اسمها، فإذا اسمها logged in user هكذا اسمها، ونحصل على value الخاصة بها. فإذا كان هنالك value فعليا هذه الكوكيز موجودة، سيكون logged in عبارة عن أو هذا ستكون، إذا كان هنالك value هذا ستكون عبارة عن object، إذا لم يكن هنالك value سيكون undefined. فيمكن أن أحدد إذا كان اليوزر logged in، فبالتالي هذا سأأخذ قيمة البوليان من اليوزر كوكي فاليو. فإذا كانت هي عبارة عن مرة أخرى يوجد فاليو، فهذا يعني هو مسجل الدخول، لا يوجد فاليو فهو غير مسجل الدخول. فبالتالي هنا لاحظوا مجرد أنني قمت بتطبيق ذلك يوجد فاليو، فظهر لي الملف الشخصي ويوجد لدينا تسجيل خروج لم ننشئها بعد، لكن
مرة أخرى لو أنا ذهبت إلى storage هنا وقمت بحذف هذا جيد وقمت بتحديث، لاحظوا سيظهر لي تسجيل الدخول لأن لا توجد هذا. فإذا أنا قمت ب يعني بأمور جيدة جدا. الآن حان وقت الملاحظات، فلنغلق كل شيء ونذهب لملاحظاتنا. أين هي الملاحظات؟ فإذا هذه الملاحظات. فالملاحظات سأضع هنا سطر هكذا. الشيء الذي نحتاج أن نقوم به هو log out functionality التي تحتاج ماذا؟ تحتاج بيج وأيضا API وتحتاج أيضا delete الكوكيز. جيد، فإذا هذه هي log out functionality. نحتاج فعليا لتشفير encrypt للباسورد، و maybe سأكتب maybe generate tokens وسنتحدث عن توكنز بوقتها. أيضا الشيء الذي نحتاج أن نقوم به برأيكم ما هو؟ ما الشيء الذي تبقى؟ نريد أن نحمي كل المسارات، نريد أن نقوم بإنشاء redirect، يعني بعد اللوج أوت نريد أن يذهب للوج إن، وبعد اللوج إن يذهب لداشبورد. أيضا نريد أن نحمي المسارات protect يعني pages with log in، يعني الصفحة التي لا نريد أن نعرضها نريد أن نرسله للlog in. وفي هنا يوجد في الأعلى بالنسبة للform، دعني أضع سطر جديد هنا وأكتب forms need validation and sanitization. سنتحدث عن هذا بوقت، ولكن أنا فعليا أن أكتب النقاط التي نحتاجها بالمشروع. وأيضا ما هو الشيء الذي نريد أن نقوم به أيضا؟ أعتقد بعد هذا أيضا، عفوا، أيضا نريد show users info in profile، وبعد هذا كله نحتاج أن replace array data with something better. Something better، شيء آخر، شيء مختلف. فإذا أعتقد هذه هي النقاط التي نحتاج أن نعمل عليها فعليا في الفيديوهات القادمة. فعليا إنشاء مشروع كهذا ليس موضوع سهل، ليس موضوع أنك تقوم ب كما يفكر البعض أن يمكنه أن ينشئه بساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، ما بالك أنك أنت تتعلم. فتكون نقطة من هذه، ربما أنا أقول نقطة تكون صعبة عليك، تحتاج مثلا يوم أو يومين حتى تفهم النقاط، فخذ وقتك بالتعلم. مجرد أنك فهمت الأساسيات يمكنك الانتقال لشيء أفضل، يمكنك أن تكون أسرع. البداية بطيئة لكن التقدم أحيانا سيكون سريع جدا. فنلتقي لاحقا، شكرا لمتابعتكم.